السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، ميعادنا مع حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية. هنكمل سلسلة الجلوبال مابر. التطبيق اللي هنشوف النهاردة هو ازاي نستخدم بيانات الأطلس المتاحة أونلاين في إن احنا نعمل خريطة تفاعلية متحركة. هنا بنوضح التركيز الجليد في البحار عند القطب الشمالي، زي ما هنشوف في التطبيق ازاي ممكن نستخدم البيانات ونعمل التطبيق ده. اول خطوة عندنا ان احنا هنعمل لود للديفولت داتا اللي موجودة مع البرنامج. بعدين هنروح على داونلود اونلاين داتا ونحمل صورة القمر الصناعي او الورلد ايميجري اللي هي موجودة في الورلد وايد داتا وورلد ايميجري. نعمل كونكت. بعدين هنرتب اللير بتاعتنا. في الجلوبال مابر اللي تحت بتبقى ظاهرة فوق، فهنخلي الكاونترز تبقى تحت. هو هنا بيقول عشان هي جروب فهو كده هيفك الجروب، فنقول له مفيش مشكلة. هننزل الليبل تحت لأن الترتيب هنا عكس اللي تحت بيظهر فوق. بعدين هنغير الستايل بتاع، دبل كليك على اللير بتاعة الكاونترز وهنغير الستايل بتاعنا. هنختار ستايل مختلف، هنخليها نوفل ونغير لون الخط، نخليه لون مميز بحيث ان تظهر معانا الكونتاكتس بتاعت الدول. بعدين هنقول له اوكي. ايه هنلاقي الاوتلاين اتغير معانا. بعدين هنروح داونلود اونلاين داتا ونروح نجيب بيانات الاطلس، هنلاقيها موجودة تحت فولدر انفايرومنت اطلس القطب الشمالي. هنلاقي موجود تحت الفولدر في الويب فيتشر سيرفيس دي فيكتور وفي الويب ماب سيرفيس. احنا هنستخدم الويب ماب سيرفيس. هنلاقي فيها افريج بتاع الكونسنتريشن بتاع السي ايز من سنة 79 لسنة 2007 لكل الشهور على حدة. فناخد شهر ديسمبر وليكن هو اللي هيكون ممثل لفصل الشتاء. هنعمل كونكت ونشوف البيانات. هنلاقي البيانات حملت معانا عند القطب الشمالي. الالوان اللي ظاهره قدامنا دي اللي موجوده في الليجن تحت تدرج من الابيض للازرق على حسب الكونسنتريشن بتاع الجليد. اللون الازرق بيبقى التركيز اقل واللون الابيض بيبقى التركيز اعلى. بعدين هنروح عشان نرتب اللير بتاعتنا بحيث ان تبقى الكاونتري تبقى تحت ونخلي اللير بتاعتنا تبقى فوق. هننزل الليبل والكونتري تحت، ننزل الليبل وبعدين ننزل الكونتري. هنلاحظ الجليد عند القطب الشمالي. محتاجين نغير النظام الاحداثي. هو النظام الاحداثي الجغرافي محتاجين نستخدم نظام احداثي تاني عشان يوضح لنا القطب الشمالي ليكون نظام متري. هنستخدم هنا في الحالة دي الـ UBS North اللي هو نظام الأحداث الخاص بالقطب الشمالي وهنقول له اوكي. هننتظر ان البرنامج يحمل معانا. الخطوة دي بتاخد وقت بس احنا هنسرع الريتم شوية بحيث ان هي نقلل الوقت. ممكن تلاقي رسالة ان not responding، دي مش البرنامج مش بيهنج، هو بياخد وقت بس وبعدين بيشتغل عادي. فلو لقيت الرسالة دي ما تستعجلش. هو هنا كده خلص معانا زي ما احنا شايفين الليجند. هنلاقي اللير مترتبة. هنعمل زوم ان على المنطقة اللي فيها البيانات او منطقة القطب الشمالي وهننتظر انه يحمل. برضو ممكن تاخد وقت شوية، طبعا احنا بنسرع الريتم. هنلاحظ ان في جاب في البيانات عند منطقة القطب مباشرة، ودي موجودة في معظم بيانات الأقمار الصناعية عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي لان بتبقى خارج نطاق رؤية السنسور. وبالمناسبة الناس بتوع الفلات ايرثر او المؤمنين بنظرية ان الارض مسطحة بيشككوا في بيانات ناسا بسبب ان هي مش مغطية القطبين. بعدين هنروح على ان احنا نضيف ليبل او سيمبل ليبل من الديجيتايزر كرييت تكست بوينت. هنضيف نقطة بحيث ان احنا نكتب على الصورة هيبقى ده فصل الشتاء وينتر. وممكن نغير الستايل بتاعنا، هنخليه نو سيمبل بحيث ان يبقى الليبل بس هو اللي ظاهر ومش عايزين سيمبل نو سيمبل. وبعدين ممكن نغير الفونت كمان
عشان يبقى أوضح، فممكن نخلي كبير شوية ليكون 36، ونخلي لونه مميز وليكن أبيض عشان الخلفية زرقاء فيظهر معانا اللون الأبيض. بعدين أوكي، وبعدين هنقول له أوكي. هنلاقي الصورة خلاص كده جاهزة. ممكن بس نشيل الليجند عشان ما يبقاش يعني زحمة في الصورة. هنعمل إخفاء للليجند، وبعدين هنعمل سكرين كابشر للصورة اللي قدامنا. فايل، هنعمل كابشر سكرين، وممكن نختار جي بي جي او جي بي ان جي او اي فورمات، ونقول له اوكي، ونسميها في الفولدر بتاعنا باسم وينتر، ونقول له سيف. ننتظر ان هي تخلص معانا، هنلاقيها موجودة معانا في الفولدر بتاعنا، نبص عليها. ده كده ممثل شهر 12 اللي هو ممكن تقريبا يبقى هو فصل الشتاء. هنعمل الخطوة دي تاني لكل 3 شهور عشان نوضح الفصول المختلفة والوضع الجليد. ممكن تعملها على مدار الـ12 شهر. هنروح على القايمة، نقفل اللير بتاعت الشهر 12، ونروح نجيب شهر هيكون شهر مارس، اللي هو هيبقى ممثل لنا فصل الربيع، شهر مارس، ونقول له كونكت. وهنعمل نفس الخطوات بالظبط اللي عملناها قبل كده. برضو هنرتب اللاير، مش عايزين الليجند، وهنطلع اللاير دي فوق بحيث ان تظهر حدود الكاونتر عليها. وبعدين هنغير الليبل هنا من التول بتاعت الديجيتايزنج، ودبل كليك عليها، وهنكتب ان ديت السبرينج او الربيع. بعدين هنقول اوكي، وهنعمل برضو كابشر للسكرين على نفس الزوم ونفس السكيل اللي احنا واقفين عليه عشان الصورة تبقى متطابقة. هنعمل فايل وكابشر سكرين، برضو هنسميها باسم السبرينج، وهنعمل الخطوة دي تاني مرتين، مرة لشهر 6 ومرة لشهر 9، ونرجع لكم بعدينها. خلاص احنا عملنا الخطوة لـ4 فصول، شهر 12 وشهر 3 وشهر 6 وشهر 9. هنلاقي وخدنا كمان لقطة من غير الجليد. هنلاقي عندنا 5 صور، ممكن بسهولة باستخدام اي موقع اونلاين بيعمل صور متحركة زي الجيف ميكر. هنروح على المكان، نختار نعمل ابلود للصور بتاعتنا. هنختارهم كلهم، وبعد كده نعمل اوبن. اخترناهم كلهم، هنعمل اوبن، ننتظر ان هم يحملوا معانا. الموقع jeffmaker.me من افضل مواقع لعمل الصور المتحركة. هنرتب بس الصور بتاعتنا بحيث ان احنا نعرضهم بترتيب، تبقى اول صورة اللي هي مفيش فيها الجليد، وبعد كده هنحط ممكن نبتدي بالشتاء، وبعد كده الربيع، وبعد كده الصورة فصل الخريف، بعد كده الصيف والخريف. وبعدين هنظبط السرعة بتاعتنا. هنلاحظ هنا في البريفيو الصورة بتتعرض قدامنا زي ما احنا شايفينها. هنا بنتحكم في سرعة العرض، 500 ملي سكند، وهنا زيرو معناه ان هي تحصل لها لوب فتفضل شغالة باستمرار. ممكن نحدد عدد مرات معينة للصورة المتحركة تتكرر فيها وبعد كده تقف. وبعد كده هنظبط الاعدادات بتاعتنا ونقول له كرييت جيف. هنشوف الجيف اللي احنا عملناها، الصورة اللي احنا عملناها زي ما احنا شايفين قدامنا. اتحمل بس.
هتظهر الصور بالتتابع زي ما احنا شايفين، فبنقدر بسهولة نشوف ايه التغير اللي حصل خلال فصول السنة لكثافة الجليد عند القطب الشمالي. البيانات بتاعت أطلس المتاحة أونلاين أنواعها كتير متعددة، فيها بيانات كتيرة أوي، ممكن نعمل نفس التطبيق على أكتر من حاجة. احنا هنا ممكن نغير السرعة بتاعة العرض، نخليها أبطأ شوية، نخليها 1000 ملي سكند، هنلاقي السرعة بقت أبطأ شوية. وبعد كده هنعمل كرييت جيف ونعرضها، نشوف بعد ما غيرنا السرعة. أتمنى يكون التطبيق عجبكم. البيانات المتاحة أونلاين في جلوبال مابر متعددة وممكن تنفع في شغل كتير قوي. نشوفكم في حلقات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.